بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي تكملة موضوع السوليد وورك أو برنامج السوليد وورك. نفتح صفحة عمل جديدة. اليوم نتناول موضوع مهم أيضا اللي هو سكيتش تولز. سكيتش تولز أقدر أوصله من تولز سكيتش تولز، وعندي هاي عدة تولز، عندي الفليت، تشامفر، الأوفسيت، بترم، الاكستند، سبلت، الميرور، دايناميك ميرور، موف، روتيت، سكيل، وكوبي. هاي كلها سكيتش تول تفيدني بعملية الرسم وعملية تدقيق الرسم. فأروح على الفرونت بلين، أغير الواجهة إلى الفرونت، ومثلا ارسم هذا ريكتانجل. الان نشوف اول سكتش تولز اللي هو الفلت. تروح على تولز، سكتش تولز، فلت. فلت يسوي الحافه بدل ما زاويه يسويها حافه دائريه. هنا يقول الراديوس للقوس ايش قد يكون، مثلا هنا 10 ملم، نخلي تقدر تزيده 20 ملم، 30 ملم، حسب اللي تريده. فنخليه 10 ملم. هنا تروح تظلل أول خط وتظلل الثاني، مجرد كليك على الثاني راح يسوي إنه فلت براديوس 10 ملم. مستمرة هاي العملية إلى أن أضغط علامة الصح. مثلا هذا ضلع وهذا ضلع آخر، صار فلت. هذا ضلع وهذا ضلع آخر، صار فلت. أريد مثلا أزيد، tools cache tools فلت مثلا 20، أخليه أروح على الأضلاع، هذا واحد وهذا الثاني، تلاحظون صار فلت بنصف قطر 20 ملي. أيضا مرة أخرى بالشكل هذا، فلت بمقدار 20 ملي. أكمل، أضغط علامة الصح الخضر ويكون هو العمل ماتي. هذا فيما يخص الفلت. خلينا نشوف الشامفر. ايضا نفس الريكتانجل من السكتش انتيتيز، تول بار، هذا ريكتانجل. اوكي، اروح على تولز، سكتش تولز، شامفر. الشامفر يخليني حافة مو قوس لكن مو زاوية، حافة مقطوعة يعني ما عندي بها زاوية. لاحظون هاي البروبرتيز على جهة اليسار، عندي نوعين، اكو انجل ديستانس واكو ديستانس تو ديستانس. فالنوع الاول مسافة الى مسافة، راح ياخذ مسافة 10 من الضلع الأول ومسافة 10 من الضلع الثاني، ويسوي الشامفر. هذا في حالة إذا أريد equal distance. إذا ما أريد equal distance أشيل هذا الصح، راح تظهر عندي المسافة الدايمتر الأول أو الدستنس الأول والديستانس الثاني، ايش قد اريد اقطع من الاول وايش قد اريد اقطع من الثاني. خلينا نشوف هسه الايكوال ديستانس. مثلا عندي هذا الضلع، راح اشر عليه، مجرد اشر على الضلع الثاني بكليك اخذ 10 منه 10 منه، سوالي شامفر. هذا في حالة الايكوال ديستانس. مرة اخرى هذا ايكوال ديستانس. اذا مو ايكوال ديستانس، المسافات اذا مختلفة، مثلا منا 10 ومنا 20، اضغط على هذا الضلع، هذا الضلع الثاني، تلاحظون
أخذ 10 من الأول من الضلع الأول و20 ملي من الضلع الثاني وخلى خط مائل اللي هو الشامفر. إذا بهاي الحالة صار عندي شامفر بقياسات مختلفة. زين، هذا النوع distance to distance. النوع الثاني اللي هو angle to distance، مسافة وزاوية. إيش قد المسافة هنا مثلا؟ 10 والزاوية 45. أضغط الضلع الثاني، تلاحظون هنا المسافة والضلع 45، 10 45 درجة. نشوفها مرة أخرى بالشكل هذا، شكل أكبر أوضح. نروح على Sketch Tools Chamfer بهالشكل، مثلا هذا الضلع مع هذا الضلع، تلاحظون 10 بزاوية 45. وهكذا نقدر نكمل أنواع من الشامفرات. بس عرفنا الشامفر وعرفنا الفلت. طلاب بلغوا جماعتكم يدخلون بالإيميلات الرسمية، ما أقطع المحاضرة وأعطي موافقة. بلغوا جماعتكم يدخلون بالإيميلات الرسمية، رأسا يدخل بدون موافقة. الآن عندنا السكتش تول الثالثة اللي هي الأوفسيت. الأوفسيت انتيتي، الأوفسيت يسوي رسم ثاني مطابق للرسم الأول لكن بمسافة معينة، تبعد مسافة معينة عن الرسم الأول. نشوف هاي شلون. هسه مثلا عندنا هذا الرسم، مثلا عندنا هذا الرسم، تلاحظون هذا الرسم اريد اسوي له اوفسيت. فش اسوي؟ اظلل هذا الرسم، اروح على تولز سكتش تولز اوفسيت انتيتي. لاحظون هنا سوالي رسم ثاني حاليا بالاصفر لان بعد ما مثبته، بس دي يراوني اياه. فسوالي رسم ثاني مطابق للاول لكن يبعد بمسافه، هاي المسافة هنا ديستنس 10 مليمتر. أقدر أزيد المسافة، تلاحظون أقدر أزيد. شوفوا شلون يبتعد هذا الخط الأصفر، أقدر أقلل المسافة أخليها مثلا 10 أو 20، خلي أزيدها. هاد دايمنشن، عندنا خيارات أخرى إضافة الأبعاد. الريفيرس هنا مهمة، يعني يخلي الرسم إلى الداخل، يخلي الرسم إلى الداخل. هسه نشوف شلون. بهالشكل هذا تلاحظون الرسم صار أوفسيت نفس مطابق للأول لكن للداخل بمسافة 20 مليم. هنا انا احدد اريد للريفيرس او لا العادي، واذا اريد باي دايركشنال اثنين هن من الداخل ومن الخارج. ميك كونستراكشن خلي سنتر لاين، كاب اندز اقدر اخليها بهالشكل هذا انه نهايات مغلقة عن طريق اقواس اما ارك او لاين. لاحظون هنا ارك وهنا لاين. فنشوف احنا اولا العادي، هذا اوفسيت العادي. اوكي، لاحظون سوالي رسم مطابق للاصلي يبعد بمسافة عن معينة عن الاصلي. ايضا مو فقط لللاينات، يعني حتى اذا كان عندي اقواس معينة مثلا هذا القوس أقدر أيضا أظلل هذا الشكل. Tools Sketch Tools Offset Entity،
داخلون اسم الاخر داي دبل الداخل ريفيرس بهالشكل هذا اقول له اوكي. تلاحظون صار عنده رسم مطابق للاصلي لكن يبعد بمسافه 20 ملم الى الداخل. هذا الريفيرس اوفسيت. ايضا مثلا عندنا هذا الاوفسيت بالشكل هذا تولز سكتش تولز اوفسيت انتيتيز. اذا يريد الريفرس يكون للداخل واذا ما يريد الريفرس يكون للخارج. مسافة 20 هاي المسافة 10 مسافة 20 باي دايركشنال للداخل والخارج. خلينا نشوف باي دايركشنال ونضغط اوكي. تلاحظون صار عندي هذا الرسم بالشكل هذا. أقدر طبعا أتحكم وأقدر أمسح أقدر أحذف هذا فيما يخص الأوفسيت. هسه عندنا الترم. الترم تجديد. مثلا عندنا الرسم التالي مثلا عندنا الرسم التالي هذا ريكتانجل أقواس معينة بالشكل هذا. وأيضا عندنا قوس هنا مثلا. بهالشكل هذا. الآن إذا أريد أشذب مثلا أريد أمسح هاي الخطوط الداخلية. فأروح على الترم. الأداة اللي بعدها بعد الأوفسيت هي الترم. من تولز سكتش تولز الترم. بالترم عندي خمس أنواع. بالترم عندي خمس أنواع. مثلا عندي باور ترم أول واحد. مجرد الضغط كليك وتظل ضاغط وتسحب يا ضلعتي تمسحه يا لاينتي تمسحه. تلاحظ بهالشكل هذا. انا الان شذبت باستخدام الباور ترم. كذلك اذا تريد تمسح اللاين مثلا هذا القوس هذا القوس هذا القوس باستخدام الباور ترم مرة اخرى. مثلا عندي هذا الريكتانجل اروح على ترم باور ترم مثلا امسح هالضلعين امسح هالضلع. بعدين أجي أرسم دائرة معينة مثلا بهذا الشكل. أخلي بوينتات مثلا نقطة تقاطع هنا ونقطة تقاطع هنا. أروح على الترم أشذب الزايد من الخارج صار عندي هاي دائرة وبيها خط من الداخل. ما أريد الخط الداخل بس أنا أمسح أمسح هذا وأقدر أمسح أي لاين أو آرك أو سيركل بوليجون إليبس أي نوع أني أقدر أمسحه. هذا الباور ترم. هنشوف النوع الثاني اللي هو الكورنر ترم. لو كان عندنا هذا الشكل تلاحظون هذا الشكل وردنا نسوي ترم نشذب. النوع الثاني عندنا كورنر ترم. تلاحظون اقدر اخلي هذا داخل اضلع. تلاحظون راح اشذب الى هذه الزاوية. تلاحظون منها اشر. تلاحظون الزاوية صارت بشكل برتقالي يعني الترم راح يصير للزاوية. اضغط كليك يتحول الى الزاوية. مرة اخرى
لاحظون هاي الزاوية ترم، أيضا مرة أخرى هاي الزاوية ترم، مرة أخرى هاي الزاوية ترم، تلاحظون شلون شذبت إلى الزوايا. هذا النوع الثاني من الترم اللي هو الكورنر الترم، الكورنر الترم. نمسح هذا الرسم، نشوف النوع الثالث اللي هو ترم أواي إنسايد. مثلا عندنا هذا الرسم وعندنا هاي السيركل، أريد أشذب الخطوط اللي بداخل الدائرة، أريد أشذب الخطوط اللي بداخل الدائرة. أروح على Tools، Sketch Tools، Term، أختار Term Away Inside. فمجرد أظلل الرسم اللي أريد أمسح اللي بداخله، بس أأشر على أي لاين داخله، كليك طار هذا اللاين، كليك صار ترم أو تجذيب لهذا اللاين. هذا شنو هو؟ ترم انسايد اواي انسايد، ترم اواي انسايد. هذا النوع الثالث. نجي إلى رسم آخر، ترم اواي اوتسايد، تجذيب خارجي. مثلا عندنا هذا السيركل وعندنا هاي اللاينات الثانية بهالشكل هذا. الآن أريد أشذب اللاينات الخارجية خارج السيركل، أروح على Term، Sketch Tools، أختار الخيار الرابع Term Away Outside، أظلل الدائرة. مجرد أنه أأشر على اللاين راح يظلل لي الأجزاء الخارجة من الدائرة، كليك وحدة راح تطير هاي الأجزاء، كذلك مرة أخرى تلاحظون طارت هاي الأجزاء الخارجية. هذا نوع Term Away Outside. مرة أخرى لو كان عندنا هذا الرسم، نشوف النوع الخامس اللي هو Term to Closest. هاي دائرة وهاي دائرة وهاي دائرة. إذا أروح على Term Tools، Sketch Tools، Term، أختار الرابع Term to Closest، تلاحظون هنا يأشر لي على تجذيب النقاط الأقرب، مثلا هنا داخل السيركل أو هنا خارج السيركل. مثلا داخل السيركل بهالشكل هذا، تلاحظون Closest Arc أقدر أشذبه بهالشكل هذا، كذلك هاي السيركل تلاحظون بهالشكل هذا. Term to Closest كلش مفيد هذا الخيار. تلاحظون كيف سويت الترم لهذه القطعة. نمسح هذا الرسم. الآن نشوف الإكستند. الإكستند اللي هو عكس التجذيب، يعني إكمال النقص. مثلا لو مسحنا هذا اللاين فور ترم، هاي اللاين وهاي اللاين، أريد نكمل هسه هاي اللاينات النقص اللي مسحناها. أروح على Extend Tools، Sketch Tools، Extend. لاحظ بس أشعل اللاين يأشر لي خط برتقالي لإكمال هذا اللاين، كليك وحدة يكمل اللاين. أيضا كالتالي الداخلي أو اللاين الثاني، كليك وحدة يكمل هذا اللاين. كذلك لو خلينا هنا نقطة بالمنتصف ومسحنا واحد
من هاي اللاينات. أو نخلي نقطة هنا. هذا الرسم تلاحظوا لو سويت تم لواحد من اللاينات، الآن أريد أسوي extend، أيضا tools cache tools extend، مجرد أشعل على اللاين كليك راح يرسم لي أو يكمل لي هذا اللاين. هذا فيما يخص ال extend اللي هو إكمال نقص أو توسعة. الآن نشوف سبلت Entities، أيضا تول مهمة جدا اللي هو تقسم لنا أجزاء الرسم من خلال بوينتات. سبلت Entities، سبلت Entities، لو كان عندنا هذا الرسم هذا الرسم. لاحظون لو اروح على tools sketch tools سبلت entities، هنا اذا اشر على الدائرة يطلع لي النقاط الاربعة وتقسيمها لاربعة اقسام. تلاحظ هاي بوينت، هاي نقطة تقسيم، وأنا سبلت tools sketch tools سبلت entities، هنا نقطة مثلا، هنا نقطة، هنا نقطة، هنا نقطة. الآن شوف من قسمت أربعة وبطاني النقاط الثمانية، أيضا أقدر أسوي كليك وأقسم tools sketch tools سبلت entities. تلاحظون هنا النقاط الثمانية، أيضا هاي النقطة وهاي النقطة، وبعد من الثمانية يعطيني 16، وهكذا أقدر أقسم هذه الدائرة إلى أي عدد من الأركات، أي عدد من الأقواس. لاحظوا بالشكل هذا، هاي النقاط 16. هذا الأمر أيضا يجي على اللاينات، يعني أي رسم تقسم جزء منه، مثلا هاي اللاين طاني نقطة المنتصف، بس قسم هذا اللاين إذا اثنين، نقطة المنتصف الثاني هاي نقطة المنتصف لهذا اللاين، هاي نقطة المنتصف. كذلك هذا اللاين تلاحظون هنا نقطة منتصف، هنا نقطة منتصف، هنا نقطة منتصف، هنا نقطة منتصف، أيضا هنا نقطة منتصف. هذا اللاين الجانبي أيضا أقدر أقسمه إلى أي عدد أنا أريده. تلاحظون بالشكل هذا، بالشكل. بعد ما أقسمه أقدر أتحكم به، يعني حتى عملية الترم مثلا أشيل جزء من هاي اللاين، تلاحظون ما طار اللاين كله لأن يعني قسمته إلى عدة لاينات. كذلك بالنسبة للأركات مثلا إذا أشيل هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، بعدين أشيل هذا وهذا وأشيل هذا وهذا، أيضا أقدر أكمل لاينات مثلا من بالشكل هذا. أيضا هذا تلاحظون بالشكل، وإذا كمل رسماتي باللي أريد أسوي، يعني تلاحظون شلون قسمت الدائرة إلى 8 أقسام. تلاحظون بالشكل هذا،
قسمة الدائرة إلى ثمان أقسام. هذا أيضا طول حلو ومفيد بذات الوقت اللي هو سبلت entities. هنشوف اللي بعده اللي هو المرار. المرار أقدر أرسم رسم وأسوي الانعكاس مالته على لاين معين، وأيضا عندي الدايناميك مرار اللي هو مرآة نفس السابق لكن ديناميكية ويا الحركة يشتغل، وأيضا عندي الموف والروتيت والسكيل والكوبي. خنشوفن أول شيء قلنا المرار، مثلا عندي هذا اللاين راح أسوي عليه المرار، لازم يكون عندي لاين إما أفقي أو عمودي، وعندي هذا الرسم. لاحظون عندي هذا الرسم، هذا الرسم الآن أنا رسمته بالشكل هذا. لاحظون أريد أسوي ميرور لهذا الجزء عدا اللاين العمودي، فش أسوي؟ أروح على Tools Sketch Tools Mirror Mirror، أختار Mirror. هنا بالمرور عندي أوبشنين، أولا لازم أظلل الأجزاء اللي أريد أسوي لها ميرور، مثلا هاي الأجزاء هذا الجزء زين. ميرور أباوت على شنو راح أعكسه؟ على يا لاين على يا محور. أخلي هاي اللاين، تلاحظون صار عندي جزء ثاني من الرسم بانعكاس حول لاين معين. أضغط علامة الصح الحمر، تلاحظون شلون صار عندي هذا الرسم، صار عندي هذا الرسم. هذا المرار. طبعا اقدر اكمل الرسم بعد ماتي، يعني مثلا اضيف هذا القوس بين هاي الرسم والانعكاس مالته، اقدر اضيف اقواس هنا مثلا حسب نوع الرسم بالشكل هذا، ايضا هذا بالشكل هذا. اقدر بعدين اسوي تم تم بالشكل هذا، اشيل اللاين اللي عكست عليه ما احتاجه بعد، ويكون الرسم بهذا الشكل. لاحظون شلون سويت هذا الرسم من خلال إعاز المرار. الآن أمسح هذا الرسم، نشوف الدايناميك ميرور، الميرات الديناميكية اللي هي تشتغل ويا شغل، يعني مو إلا أكمل الرسم يلا تعكس، لا رسم مباشرة. هذا عندي اللاين اللي راح أعكس عليه، أروح على Tools Sketch Tools Dynamic Mirror، يقول حدد اللاين اللي تريد تسوي عليه الميرور. هذا حددناه هذا اللاين، مثلا هنا عندنا هذا الشكل، تلاحظون الرسم وياي لاين مباشرة، هنا تلاحظون وياي دا يرسم، انا ارسم من هاي الجهة ويرسم الانعكاس مالته على اللاين. تلاحظون مثلا هاي الشكل، اروح على الارك بالشكل هذا، أسوي عارك هنا ويسوي عارك هناك، لاحظون بهالشكل هذا، أسوي عارك هنا، أسوي عارك هناك، بنفس القياسات، شوفوا تلاحظون هذا الرسم، الآن خلصته، أسوي تم تجديد للشغلات اللي ما عندها، مثلا هذا اللاين، هذا اللاين، هذا اللاين، وهذا اللاين، تلاحظون الرسم كيف صار من خلال الدايناميك ميرور. تولز سكيتش تولز، نشوف الموف الآن شلون نحرك الرسوم، مثلا عندنا هذا الريكتانجل، اوكي الآن إذا أريد أحركه أظلله تولز سكيتش تولز موف
هنا فورم 2 يعني باستخدام الماوس اكس واي لازم تعطي نقاط الاكس والواي اللي تريد تنقله اليه. النقطة اللي تريد تنقل من عندها مثلا هاي النقطة، تلاحظون الآن هذا المستطيل يتحرك ويا الماوس بدون مجرد كليك واحدة على البوينت يتحرك. مثلا اريد انقله هنا، كليك ثانية نقل هنا، اوكي اسكيب، اطلع من النقل، النقل الى هذه الجهة. خيار اللي بعده روتيت، مثلا اريد ادور هذا الريكتانجل اظلله. سنتر اوف روتيشن، مثلا اريد ادور حول هاي النقطة. زين ايش قد الزاوية؟ تلاحظون اقدر ازيد الزاوية، تلاحظون المستطيل شلون يفتر مثلا بزاوية 150، خلينا نسويها 150 على الزاوية 150. أكمل أضغط علامة الصح الخضر، لاحظون الرسم شلون صار بي تدوير بزاوية 150. هذا هو الرسم مالتنا. أقدر بعد أضيف له أركات مثلا بهالشكل هذا، أسوي له ترم مثلا بهالشكل هذا، يعني أقدر أتحكم بالرسم مالتي. التول اللي بعدها تول سكيتش تول، سكيل سكيل أظلل هذا الجزء، تلاحظون هذا الجزء ظلل. سكيل أباوت النقطة اللي أريد أسوي لها سكيل، هاي النقطة شقد بمقدار شقد، تلاحظون مثلا أريد أكبره بمقدار 1.3 1.4 1.5، مقدار مرة ونص، أضغط علامة صح الخبر، صار بي سكيل كبرناه بمقدار مرة ونص. أقدر أصغر أيضا بمقدار مثلا 0.5، أرجع للأصلي، أوكي علامة صح الخضر، أرجع إلى الحجم الطبيعي أو الحجم الأولي. تلاحظون هذا السكيل أقدر أتحكم به من خلال إيعاز سكيل من سكيتش تولز. طبعا سكيتش تولز جدا مهمة ومفيدة بذات الوقت. تولز سكيتش تولز، آخر إيعاز عندنا الكوبي. إذا أريد أستنسخ لازم أظلل الجزء اللي أريده. هنا فورم إكس واي النسخ باستخدام الماوس، وهنا عفوا فورم تو باستخدام الماوس. إكس واي إذا أريد أنقله إلى إكس واي معينة. ستارتنج بوينت مثلا هاي الستارت بوينت، هذا الجزء مجرد أضغط كليك راح ينقله هنا. مثلا أجيبه هنا، مثلا أريد أنقله كليك، صار نسخة أخرى، كليك هنا نسخة أخرى، كليك هنا نسخة أخرى، وهكذا أقدر أستنسخ أي عدد من الأشكال اللي أنا أريدها. أكمل أضغط علامة صح الخبر ويكون هو الرسم مالتي. طبعا إلى هنا تنتهي محاضرة اليوم لهذا الأسبوع. إذا في سؤال نجاوب عليه.